الشركة دي أنا هنسحب منها وهرجع لك شركتك تاني يا بابا. تنسحب إزاي يا هند؟ يا بابا دي حربهم هما، إيه اللي دخلنا في دارة الانتقام اللي حصل بينهم؟ ما تنسيش إن ابنك اسمه مدحت السخاوي. ابني؟ ابني عمرهم ما هيطلوه. الكلام اللي أنتِ بتقوليه ده بس يا بنتي. هحرمهم منه يا ماما، وخصوصا هانم الكبيرة، سبب كل البلاوي اللي إحنا فيها. أنا معاكي إن إحنا مش هنستنى لغاية ما نتفرج عليهم ونفاجأ بخبر جوازهم لرويدة. يا مراد، يا مراد ما حصلش حاجة للكلام اللي أنتوا بتقولوه ده. وبعدين نبيل ما قالش لسه إنه موافق على اقتراح والدته. يا ماما أنا لما طلبت الطلاق لمجرد إنها فكرت إنها تجوز واحدة تانية غيري، وأنا هند بنت مراد بيه وإنجي هانم. فهمين يا بنتي، صحيح إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، لكن في موقفك ده أنا موافقك. موافقك على حفاظك على كبريائك، موافقك على حفاظك على كبرياء عيلتك، لكن اللي مش موافقك عليه أبدا أبدا هو التخارج من شركة السخاوي. يعني إيه يا بابا؟ يعني وجودنا معاهم بالنسبة دي جوه الشركة يعتبر سيف مسلط على رقبته ورقبة أمه. لكن أنت ليكي حصتك ربع الشركة، تقدر تعمل بيها كل شيء لمصلحتك ولمصلحة ابنك، مش كده تسيبيهم الحاجة على الساهل؟ لا، ده اللي لا يمكن أوافق عليه أبدا أبدا. أيوة يا طنط، أنا نبيل، ممكن أكلم هند؟ ما أفتكرش إنها توافق يا باشمهندس. يعني إيه ما توافقش يا طنط؟ هند مراتي ومن حق أتكلم معاها لو سمحتي. وبنتي كمان ليها حقها، ولا أنت نسيت زي ما كمان يا هانم نسيت؟ نسيت هند دي تبقى مين وبنت مين؟ يا طنط أرجوكي أنا ما نسيتش، إديني هند من فضلك. بقول لك إيه يا باشمهندس؟ الكلام معاك بعد كده هيكون في وجود محامي، لأن حل المشكلة دي في إيدين الهانم والدتك مش في إيدك أنت. إزاي الكلام ده بس يا عم؟ وليه حضرتك مصرة هند؟ الإهانات اتوجهت لينا إحنا ومنكم أنتوا، والحل الوحيد هو الاعتذار الكامل من الست الهانم والدتك. تقدري تقولي لي إيه اللي عملتيه ده؟ أنا عملت اللي فيه مصلحتك ومصلحة عيلتك واسمك وشركتك. طيب وخراب البيت؟ متبقاش نظرتك ضيقة كده زي مراتك وأهلها. وابني، ابني مدحت يا ماما. ماله ابنك؟ ابنك هيفضل ابنك، لكن انت لو استنيت اكتر من كده انت اللي مش هتفضل نبيل كامل السخاوي، ولا الشركة هتفضل شركتك. وحفضل نبيل كامل السخاوي بجوازي من رويدة، مش كده؟ جوازك من رويدة ده مصلحة مشتركة، نوقف بيها هجوم احمد خليل درويش عليك وزحفه عليك. لا، لازم تعتذر لهم، ولازم مراتي وابني يرجعوا لي هنا، لازم نروح لهم دلوقتي حالا. هتعتذر لمين واروح لمين؟ انت اتخبلت؟ من امتى العواطف دي بتتحكم في عيلة السخاوي؟ يا ماما، يا ماما اللي بتكلم عنهم دول مراتي وابني، مش حد غريب. مراتك مش هيجرى لها حاجه. مراتي طالبه الطلاق، تحب اطلقها علشان ترتاحي؟ فكره، فتره كده وبعدين تبقى ترجع تاني. اصل لاحظ ان انت دلوقتي مسؤول عن عيلة السخاوي وعن مصالحها، فالمفروض عليك انك تحميها من الانهيار. واسرتي انا لما تنهار؟ ما انا بعمل لك اسره جديده اهو يا حبيبي، وفيها مصلحتك. وانت على هنا، مش رويده دي اللي انت كنت عايزها زمان قبل هند، ولا انت نسيت؟ لحد امتى؟ لحد امتى هتفضلي متحكمه فيا وفي حياتي؟ يا حبيبي ده مش تحكم، ده حمايه ليك وليا ولابنك. ابوك نفسه عمل كده لما انا اتاخرت عليه في الخلفه، راح اتجوز عليا وجاب الولد. وهو جاب لنا الولد عشان يدمر كل شيء. اديك انت قلتها بنفسك، يعني اللي انا عملته ده هو الصح. ماما، انا لو خرجت من هنا مش هرجع لك تاني ابدا. يبقى تسيب الشركه للي يقدر يدافع عنها ويحميها. سيب الشركة الخلف يمكن يقدر يدافع عنها ما دمت انت مش قادر. لا، انا لا يمكن اسيب الشركة، انا حصتي في الشركة اكبر حصة. حصتك موروثة عن ابوك،
ودورك ان انت المفروض تكبرها وتزودها وتورثها لابنك، لكن تدمرها مش هسمع لك. مستحيل مستحيل اللي بتعمليه فيا ده. يا هند يا حبيبتي، انا مش مسؤول عن تصرفات غيري. تصرفات غيرك؟ تصرفات غيرك هي اللي كشفت لي عن مدى اهميتي ووضعي عندكم. المهم عندي انا يا حبيبتي، انت عارفه ومتاكده كويس من اهميتك ووضعك بالنسبه لي. خلاص يا نبيل، الكلام ده ما بقاش يكفيني. انتوا ليه مصرين تحاسبوني على خطا ماليش اي ذنب فيه يا عمي؟ دي والدتك يا نبيل. كمال يا هانم مش مجرد ست عاديه في بيت عادي بسيط. كمال يا هانم سليلة السخاوي، معروف انها شخصيه كبيره لها مكانتها الاجتماعيه بره العيله او جواها. انا بتكلم عن عيلتي انا يا عم، عن اسرتي الصغيره، بتكلم عن اللي يخصني، عن ابني ومراتي. عندك استعداد تضحي بالعيله، تضحي بالشركه عشان اسرتك الصغيره؟ حضرتك بتقول نفس الكلام اللي ماما لسه قايله لي من شويه. يا عم انا مش عيل صغير. ما حدش قال انك عيل صغير، انت انسان كبير، رجل اعمال مشهور، رئيس مجلس اداره اكبر شركه على مستوى البلد، يعني انسان فاهم على مستوى المسؤوليه. طيب ليه عايزين تهدوا ده كله؟ يا ابني احنا برضو اللي عاوزين نهد. يا طنط انا لا يمكن انفذ اي حاجه من اللي ماما عايزاها. وانا مش هرجع تاني معاك يا نبيل. ليه يا هند؟ ليه انا ما اسأتش اليك؟ انا عيلتي مش اقل من عيلتك يا نبيل. ما حدش قال الكلام ده يا هند. انت ووالدتك قلتوا الكلام ده اكتر من مره، مش النهارده وبس، لا طول عمركم بتقولوه من زمان. وانا بقى لا كرامتي ولا كبريائي هيسمحوا لي ان ارجع لك تاني. ايه يا هند؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ هفهمك يا باشمهندس، هفهمك عشان تعرف قد ايه انا كنت ساكته وراضيه، بس كنت شايفه وعارفه كل حاجه. شايفه ايه وعارفه ايه يا هند؟ عارفه انك اتجوزتني بعد ما روايده رفضتك يا نبيل. هند؟ اه يا ماما ده اللي حصل، لكن قلت يمكن السنين والعشره والولد اللي بينا هيخليني استحمل واسكت وما افتحش على نفسي جروح. جروح ايه اللي جايه تتكلمي عنها دلوقتي؟ والدتك يا نبيل جوزتني ليك من 10 سنين فاتوا، وهي برضو اللي بتطلقني منك دلوقتي. لا لا يا هند يا حبيبتي، انا لا يمكن ابدا في يوم من الايام افكر اني اطلقك. هتطلقني يا نبيل؟ هتطلقني لو كنت عايز تخلي ام ابنك ليها كرامه؟ ما تنجرحش مره واتنين. محدش يقدر يجرح كرامتك مره ولا اتنين. لا يا نبيل، هند اتجرحت لما كاميليا هانم تفكر انها تجوزك واحده تانيه غيري علشان مصلحتك. مجرد التفكير في جرح ليا ولكرامتي ولكرامه ابني. نبيل ارجوك طلقني، ارجوك حاول تحافظ على الجزء اللي باقي لكرامه ام ابنك، ام مدحت السخاوي. يا نبيل الو. اهلا يا رويدة. اهلا يا حبيبتي. قاعده لوحدك؟ انا كمان قاعده لوحدي. ماما نفذت اللي في دماغها برضو، واكيد نبيل برضو نفذ اللي في دماغه. معلش كلها ايام والكل اعصابه تهدى. من فضلك يا طنط كاميليا صرحيني بالسبب الحقيقي اللي خلاكي تطلبيني للجواز تاني من نبيل. بيحبك وطول عمره عايزك. طب وبقية الأسباب؟ أنا قلتلك الأهم، مفيش أهم من كده. السبب الحقيقي يا طنط أحمد خليل درويش، مش كده؟ وفريدي. معقولة يا طنط؟ معقولة الأخ ياخد مرات أخوه؟ شفتي انت قلتي ايه؟ مفيش اخ يا بنتي بيشيل جواه كل الحقد ده لاخوه. طب ليه نبيل ما كلمنيش؟ ده هيجيلك لغايه عندك مش هيكلمك وبس. حاسه انك متورطه يا طنط كاميليا. متورطه في ايه؟ من حقي ان انا اناقش مصالحنا سواء مع حضرتك او مع نبيل. مش جايز يا طنط كاميليا اقدر افتح عينين نبيل على حاجات هو مش واخد باله منها،
ومش جايز كمان ان انا اقدر اخلص حضرتك من القلق والتوتر اللي انت عايشه فيه. اهلا بيكي في اي وقت يا رويده. قولي لنبيل ان رويده هتطب عليكوا في اسرع وقت. خلاص يا طنط، الدنيا ما بقاش فيها لا وقت ولا مكان غير اللي بيدور على مصلحته بس. اتغيرتي قوي يا رويده. مفيش حد بيثبت على حال يا طنط. تصبحي على خير. وانت من اهله يا بنتي. صباح الخير يا احمد بيه. صباح النور. مش عليا اي حد لغايه لما اخلص دور. تحت امرك. مرغب. نعم يا فندم. التقرير ده من امتى على مكتبي؟ الاستاذ ده منهوري حطه النهارده على وش البوستة. طب ناديهولي حالا. حاضر يا فندم. صباح الفل يا احمد بيه. صباح الفل. اسعار الاغفال دي من امتى؟ بورصه امبارح الساعه 2. ومعلم لي على اسهم السخاوي. نزلت 4 بوند. ويا ترى ايه السبب؟ المناقصه اللي احنا اخدناها. وانت بقى ايه رايك؟ لا لا العفو يا احمد بيه، الراي دايما بيبقى راي سعادتك. بس انا عايز اسمع رايك. نشتري على قد ما نقدر. باسمنا؟ وايه المانع ما دامت الاسهم معروضه للبيع؟ اشتري. قد ايه يا احمد بيه؟ في المعقول ما دام اسعار الاسهم نزلت. تحت امر سعادتك، انا هدرس الموقف وهقدم لحضرتك تقرير قبل ما نشتري. انا مش فاهم ايه الاجازه اللي عايزها نبيل دي. مش عارف، هو ما قالش غير اللي قلت لك عليه. نتصل بيه في البيت ونعرف ايه السبب، ولا اقول لك زمان مدام هند جت مكتبها نسالها وهي تقول لنا على السبب. مدام هند ما جاتش مكتبها، في حاجه مش طبيعيه بتحصل. في ايه يا استاذ كمال؟ مش عارف، بس نبيل بيه مش في البيت، وهو قال لي انا هبقى اتصل بيكم بنفسي. في حاجه بس انا مش عارف ايه. هتكلم مين؟ هكلم مرات عمي، هي هتقول لنا على الخبر اليقين. الو؟ يا باشمهندس افهم، ده مجرد سوء تفاهم هينتهي النهارده. انت بصفتك نائب رئيس مجلس الاداره استخدم كل الصلاحيات اللي عندك، فهمت؟ بتقول ايه؟ هند وصلت؟ طيب عرفت، مع السلامة. انت فين يا نبيل يا ابني؟ والاسمها هند دي ايه اللي يوديها الشركة النهاردة؟ عايزك تاخد بالك من النقط دي بالتحديد وشوف لها حل. عندك حل قانوني؟ اهلا يا مدام هند. مساء الخير. عن اذن حضرتك يا باشمهندس. اتفضل يا استاذ كمال، اتفضل يا مدام هند. باشمهندس خلف، انا طلبت الطلاق من نبيل. طلاق ايه يا مدام هند؟ نبيل اصله هيتجوز مرات احمد خليل درويش. مدام هند انت بتقولي ايه؟ انا الوحيده اللي بقيت غريبه هنا في شركه السخاوي. بالراحه عليا شويه يا مدام هند. على العموم ما تخافش، انا مش هسيب الشركه، مش هسيب فلوس ابويا اللي حطها هنا عشان خاطري وعشان خاطر ابني مدحت. مدام هند من فضلك اهدي شويه عشان استوعب الكلام اللي انت بتقوليه.
انا جوه عيله السخاوي اتعلمت حاجات كتير قوي. انت طبعا عارف ان انا ليا ربع الشركه، انا مش هبيعها. تبيعيها عشان مصلحتي، القيمه الوحيده اللي انا اتعلمتها من كاميليا هانم ونبيل بيه السخاوي المصلحه، لا حب ولا موده ولا حفاظ على روابط، المصلحة المصلحة وبس. حاضر هنا كده، وآدي الجاتو اللي أنت بتحبيه. ميرسي. إحنا هنا كلنا علشان خدمتك يا حبيبتي، عن إذنكم. اتفضل دوق بقى وقول لي إيه رأيك. الله، تيتا بتعمل زيها. وأخبار تيتا إيه يا حبيبتي؟ تيتا اتخانقت مع ماما وسابت الفيلا. تيتا اتخانقت مع ماما وسابت الفيلا؟ ليه يا حبيبتي؟ عشان وانا نايمة سمعتهم وهما بيتخانقوا عشان الجواز. جواز؟ جواز ايه اللي بيتخانقوا عليه ده؟ بتهرب من ايه يا باشمهندس؟ اهرب؟ اهرب من ايه بس يا خلف؟ امال بقالك تلات ايام سايب الشركة وعازل نفسك عن الناس كلها، يا ترى كل ده ليه؟ لاني فجأة اكتشفت ان نبيل السخاوي عبارة عن عروسة ماريونيت بتحركها كاميليا هانم بصوابعها من ورا الستار. اللي انا اعرفه عنك يا باشمهندس ان انت بتحرك الكل طول عمرك، ومحدش يقدر يحركك من ورا الستارة ولا من قدام الستارة. تقدر تقول الكلام ده لهند؟ هند مصممة على الطلاق. سألتها ليه يا خلف؟ عشان اللي بتفكر فيه الهانم. شفت بقى؟ اتأكدت اني عروسة ماريونيت. بص يا نبيل، انت لازم تشوف لك حل في مشاكلك العائليه دي، ضروري تشوف لك حل والا صورتي هتتهز قدام مجلس الاداره، خصوصا في الفتره اللي احنا بنمر بيها دي. مش هو ده اللي انت عايز تقوله يا خلف؟ خد يا باشمهندس اقرا اللي مكتوب في الورقه دي كويس. فيها ايه دي يا خلف؟ ما هي دي اللي خلتني بقالي تلات ايام بدور عليك وبقلب عليك الدنيا. شركه الصفا، احمد خليل درويش تاني اشترى 8000 سهم من اسهم الشركه اللي معروضه في السوق. وانت ايه رايك يا خلف؟ رايي انك تسمع كلام والدتك. لا اكيد انت كمان اتجننت. الجنان هو الموقف المحرج اللي عايز يحطنا فيه احمد خليل درويش. وجوازي من الروايده هيمنعه؟ اللي انا عرفته من مدام هند ان طليقته تملك 40% من راس مال الشركه. وده معناه يا خلف؟ معناه ان هو ممكن يشتري كل اسهم الشركه وفي لحظه يطرحها في السوق، يعني احنا نفلس. معقوله ده يحصل؟ انت نسيت ولا ايه يا باشمهندس نبيل؟ نسيت ان هو خد عمليه مننا تكسب 30 مليون جنيه في 3 سنين؟ معنى كده ان هو ممكن يعمل عمليه اخطر من دي. يعمل ايه يا خلف؟ قول ممكن يعمل ايه تاني؟ اتكلم يا خلف. انا مش عارف ممكن يعمل ايه بالظبط طالما انت مش عايز تقول الحقيقه. حقيقه ايه؟ حقيقه الصراع اللي بينكم اللي بقاله سنين مش عايز يموت لحد دلوقتي. ما انا قلت لك يا باشمهندس ده مش سبب كافي ابدا يا نبيل، مش سبب كافي يخلي المجنون ده تبقى انت هدفه انت وشركتك. انا زيك يا باشمهندس، عمري ما كنت اتصور انه ممكن يعمل معايا كده. اعذرني يا باشمهندس، أنا لازم أبلغ أعضاء مجلس الإدارة والعيلة باللي ممكن يعمله المجنون ده لسبب إحنا مش عارفينه. خلف، من فضلك قول لي أعمل إيه. تسمع كلام والدتك، يعني أتجوز روايدة وتتحالف مع الشيطان نفسه في سبيل مصلحتنا. وليه ما قلتلوش يا ماما؟ عايزاني أقول له إيه؟ على اللي أنا ناوية أتجوزه. إذا كنت أنت اتخبلتي في عقلك، انا لسه ما وصلتش لمرحله الجنان اللي انتي وصلت لها. يا ماما، جوازي من نبيل السخاوي هو عين العقل. انتي ليه مش عايزه تفهميني؟ ليه مش عايزه تسمعيني اصلا؟ لاني خلاص ما بقاليش تاثير عليكي، لا انتي هتسمعي مني ولا انا هقدر اسمع منك كلمه واحده. ربنا يهديكي يا بنتي. طيب يا ماما، طيب، مع السلامه. أمنية يا حبيبتي، أنتِ قلتي إيه لبابا؟ قلت له حاجات كتير قوي.
زي ايه يعني؟ مش فاكره، بابا كان مبسوط لكن لما كلمته زعل مره واحده. ما تعرفيش يا حبيبتي زعل ليه؟ لا يا ماما ما اعرفش. ام نيرة، انت بتحبي بابا اكتر ولا ماما اكتر؟ بحبكم انتوا الاثنين اكتر من بعض. الو، انا كمال يا انجي، ارجوكي ما تقفليش السكه. هو انا من امتى يا كمال قفلت السكه في وشك؟ انجي انا بموت يا انجي، انا مش عارفه ايه اللي جرالي، فجاه لقيت نفسي باذي كل الناس اللي انا بحبهم، والمشكله ان ما حدش قادر يفهم ان اللي انا عملته ده عشان مصلحه الكل، مصلحه ابني وبنتك وابنهم. ايه يا كاميليا اللي انت بتقوليه ده؟ بقى مكلماني في وقت متاخر زي ده عشان تقولي لي ان طلاق هند ونبيل من مصلحتهم؟ في عقل يقول الكلام ده يا ناس؟ انا ما بتكلمش عن الطلاق، للاسف محدش فيكم قادر يفهمني، محدش قادر يفهم ولا يحس كاميليا بتعمل ايه علشان خاطر عيله السخاوي. كاميليا كاميليا، واضح انك تعبانه، ادخلي نامي، ادخلي نامي ولا شوفي لك حاجه تهدي بيها اعصابك. ولعلمك بقى يا كاميليا، بعد اللي عملتيه ده خلاص مفيش بيني وبينك اي حاجه تستاهل الكلام. مع السلامه يا كاميليا. اتفضل يا باشمهندس. ماما خلف، كتر خيرك، رجعت نبيل لبيته. نبيل جاي لسعادتك يا هانم عشان يسترضيكي. يسترضيني انا؟ لا، طول عمري راضي عنه، انا عايزاه هو اللي يرضى عني. حبيبي انا عملت اللي عملته ده علشان اكسر شوكة الاسبوع احمد خليل واحميك منه. نبيل اقتنع يا هانم. انا عارفه انه كان صعب عليك التصرف اللي انا تصرفته، لكن الاصعب منه ان انا اسيب واحد زي ده يهد ويدمر في اللي عملته عيلة السخاوي في 70 سنة. يعني شركة السخاوي تتدمر ولا حياة ابنك تتدمر يا ماما؟ ايه، انا عارفة انك انت بتقول كده عشان مفاجأة، عشان نارك لسه ما بردتش. طيب ومدحت؟ ما فكرتيش في مدحت؟ عايش في ناحية وابوه في ناحية وامه في ناحية. ما تتكلم يا خلف بقى، قول له بقى انت، عشان انا تعبت من الكلام. قول له بقى انا عملت كل ده عشان مين؟ مش عشان خاطره هو ومدحت. طيب وهند؟ هند ذنبها ايه يا ماما؟ احنا كلنا ذنبنا ايه؟ الجريمه اللي احنا ارتكبناها علشان يطلع لنا واد مخبول زي ده عايز يهد ويدمر كل اللي احنا بنيناه، وحطيتنا قدام عينيه زي ما نكون هدف مش عايز يتنازل عنه. لان هند هيجي عليها يوم وتفهم ان اللي احنا عملناه ده صح الصح، وبالذات بقى لما نحط ايدنا على نص شركته. انا مش فاهم الجدع ده حكايته ايه؟ اشمعنى شركه السخاوي بالذات ايه اللي حاططها في دماغه؟ هو نبيل ما قالكش؟ لا، ما قاليش غير حكايه الفندق وحكايه صديق عمه اللي مات. ما قالكش ان احمد خليل درويش ده هيبقى اخوه؟ اخوه مين يعني؟ بص، مذهول. اخو نبيل من كامل السخاوي، عمك. خلصت افطارك يا حبيبي؟ هو حضرتك اللي هتوصليني ولا ايه؟ طبعا يا مدحت، لو ما كانش عندك مانع في سواق خصوصي زيي. طيب مش هتفهميني ايه اللي بيحصل؟ هبقول لك بعدين يا حبيبي، عشان احنا اتاخرنا على المدرسه ولازم نمشي فورا. قولي لي يا هند يا بنتي، ايه المانع ان السواق بتاعنا هو اللي يوديه ويجيبه من المدرسه؟ هو انا وانت عايشين يا ماما؟ حبيبي هنا بيت جدك. طب حد يفهمني ايه اللي بيحصل؟ هو انت هتسيب بابا يا ماما؟ هو اللي هيسيبني يا مدحت. ليه يا ماما؟
هو بابا هيتجوز؟ علشان كده انا وانت هنعيش هنا يا حبيبي، ولا انت عايز تعيش مع مرات اب؟ مرات اب؟ مدحتي حبيبي هنا بيتك، وبعدين انا مش عاوزاك تتكلم في الكلام ده. يلا يلا قوم بسرعه عشان تلحق مدرستك، واول ما ترجع نبقى نتكلم زي ما انت عاوز. باي باي. مع السلامه يا بنتي. قولي لي يا هند، انت هترجعي على هنا ولا هتطلعي على الشركه؟ طبعا هروح الشركه، انا كمان عندي مصالحي ولازم اشوفها. سلام يا حبيبتي. يلا يا مدحت. ربنا معاك يا بنتي. مالك يا باشمهندس؟ مذهول ليه؟ صراحة يا مدام هند أنا كنت فاكر. كنت فاكر إيه؟ إني مش هقدر آجي ولا واجه الموقف؟ الموقف اللي إحنا فيه ده يا مدام هند شديد الجنون. جنون؟ بالعكس، الموقف اللي احنا فيه دلوقتي بقى شديد العقلانية. العقلانية؟ كاميليا هانم اتصرفت بذكاء وبحكمة. نبيل بيه بعد محاولات الست والدته بقى بيحكم عقله. حتى انت نفسك دلوقتي بقيت بتحسبها بعقلك. المصلحة الأول وبعد كده يجي أي حاجة تانية. مدام هند، حتى أنا يا باشمهندس بقيت بفكر بعقلي، ما بقاش عندي أي اعتبارات لأي حاجة، لا الحب ولا المودة ولا حتى للطفل اللي بيني وبينه. بقيت مصلحتي هي الأهم. ده نجاح لأحمد خليل درويش، ودي نهاية شركة نبيل السخاوي. هو صحيح أحمد خليل درويش يبقى أخو الباشمهندس نبيل؟ لكن كاميليا هانم بقى أنكرته. هو ما كانش محتاج منهم أي حاجة، كان عايز فرصة لحد ما يجيب لهم الفلوس. بالعكس، طول عمره إنسان ناجح وبنى نفسه بنفسه، لا كان محتاج اسم ولا كان محتاج عيلة. اللي أنا بستغرب له ليه يعمل كده مادام إنسان ناجح؟ ناجح لكن مجروح. ناس أهانوا إنسانيته وداسوا عليه وأهانوا أقرب الناس ليه لحد ما مات. زكي ميهوب والد رويدة هانم اللي نبيل بيه طول عمره كان بيحبها وعايز يتجوزها. يا مدام هند الكلام، مدام هند دخلت الدايرة ما كانش ليها فيها، دايرة كاميليا هانم وعيلة السخاوي. أنا عشان أخرج من الدايرة ديت هاخد وقت طويل قوي، عشان ما اخسرش نفسي وعشان ما اخسرش ثروه والدي اللي حطاها هنا في الشركه لتدعيم عيلتي السخاوي. صباح الخير. صباح النور. كاميليا هانم موجوده؟ ايوه موجوده، اتفضل. رويده، مفاجاه. مفيش احلى من كده مفاجاه. اتفضلي يا حبيبتي. الحمد لله على السلامة. اقعدي. سلام. اقعدي. اكيد تعبتي من مشوار السفر. شوية. تشربي ايه؟ بعد اذنك فنجان قهوة واسبرين. مش عارف تتعامل مع الموقف الجديد بثبات اكتر من كده؟ عشان مصلحة الشركة. هند، لو سمحت بلاش ترفع التكليف. من هنا ورايح اسمي مدام هند. انت كلها يوم ولا اتنين وتبقى الزوج لواحدة تانية، حبيبتي القلب.
قبل ما ست والدتك تفرضني عليك. هند من فضلك اديني فرصه تانية. فرصه؟ فرصه لايه بالظبط؟ انا ايه اللي عملته معاكي بس؟ انا ما طلقتكيش يا هند. هتطلقني يا نبيل؟ هند انا عمري ما فكر. لعلمك حتى لو انا وافقت انك تتجوز عليا رويده هانم مش هتقبل. اللي حصل لنا كلنا وفجأة كده. أخوك اللي انتوا رفضتوا تعترفوا بيه. أخويا؟ مفيش أخ بيعمل مع أخوه اللي بيعمله معايا. فاكر المقابلة الوحيدة اللي أنا شفته فيها عندكم؟ فاكر عملت فيه إيه أنت وكمال يا هانم؟ صحيح، التقي شر من أحسن تقليل. إحسان؟ إحسان إيه اللي أنت اديتهوله؟ وإيه الشر اللي أنا عملته معايا هند؟ فاهميني؟ إيه كم الحقد ده كل اللي جواه؟ إذا كان حاقد عليكم فأنت عارف ليه؟ وللأسف جركم كلكم لمنطقة الحقد بتاعته. علشان كده أنا مضطر أوقف عند حد. كان عندها حق كمال يا هانم لما فكرت تجوزك مراته، قصدي طليقته، حبيبة القلب بتاع الزمان يا نبيل بيه. هند عن إذنك عشان ورايا شغل. أنا بعترف مصلحة ابني هي اللي حركتني وخلتني آجي لحد عندك. طب وإذا حصل تعارض في المصالح دي بعد الجواز؟ مستحيل. مستحيل ليه؟ هو حضرتك مش هتقولي لي صافي أعمالك مع أحمد خليل وهاتي فلوسك حطيها في شركة السخاوي؟ بالعكس، فلوسك لازم تفضل في شركة أحمد خليل. ازاي؟ عشان افضل الشوكه اللي في جنبه دايما. مش ده قصدك؟ بالظبط. في الحاله دي مش ممكن هيقدر يتخذ اي قرار ضد مصلحه نبيل او ضد مصلحه شركته غير لما يرجع لك. مش فاهمه حضرتك بتجيبي الافكار دي منين وازاي؟ لما تبقي في مكاني هتلاقي الأفكار دي بتجيلك لوحدها. ماما بتقول عليا إن أنا اتجننت. أنا اتجننت فعلا يا طنط كاميليا. ما تاخديش في بالك، أنا برضو بقول على نفسي مجنونة. حضرتك؟ أكيد. أصل أنا طار نص عقلي لما اكتشفت بعد موت كامل إنه كان متجوز عليا أنا، وانه له ابن عايز يجي يشارك ابني في اسم ابوه وفي ثروته. ونص التاني من عقلي طار لما عرفت ان الولد المخبول ده سرق ابني في مقاوله مكسبها كان هيبقى 10 مليون جنيه في السنه. كنت فاهمه انه هيتغير وينسى بعد الجواز ويعيش ليا والبنتين وبس. حضرتك طبعا عارفه ان احنا معانا فلوس تكفينا وزياده حتى لو ما اشتغلناش. ايوه يا حبيبتي عارفه، لكن تقولي ايه للغل والحقد اللي جواه؟ عشان كده انا اتطلقت منه. غير ما عملتي يا حبيبتي؟ انا اكتشفت ان انا حبيت احمد من خلال حب بابا له. مش عارف السن الصغير ده كانت خداعه. انا اتخدعت في احمد يا طنط. كنت فاهمة إن بعد الشهرة والاسم والنجاح اللي مالى بيهم اسكندرية هيتفرغ لي أنا وبس، لكن طبعا ده ما حصلش. مش قادرة أصدق أي كلمة حب قالها لي طول سنين جوازنا. معقولة يا طنط كاميليا قلب الإنسان يقدر يشيل الكره والحب في نفس اللحظة؟ إذا كان هو قدر انا ما اقدرش. عشان كده نبيل لازم يفهم كويس قوي اني انسانه عايزه اعيش واحب واتعب. حقك حقك يا حبيبتي،
ايه رايك بقى ان نبيل هيتفرغ لك، مش هيبقى وراه حاجه في حياته غير حاجه واحده بس، هي سعادتك. بعد اذنك يا رند، الكلام ده لازم اسمعه من نبيل بنفسه. دول راحت فين؟ نزلت مصر عند كاميليا هانم في فيلا كامل بيه السخاوي. احمد بيه فيلا كامل السخاوي؟ راحت تعمل ايه دي؟ الحقيقه انا ما اعرفش، سعادتك طلبت مني اني اراقبها، والناس اللي انا طلبت منهم انهم يراقبوها على اتصال مستمر بيا، وبيدوني خط سرها خطوه بخطوه. سيبني لوحدي دلوقتي يا استاذ دمنهوري. حاضر يا احمد بيه. ومن فضلك بلغ سكرتيرة ان محدش يخش عليا. الو مدام نادية، انا احمد. انتوا هتفضلوا ساكتين كده؟ ما تتكلم يا باش مهندس، مش ترحب برويدة؟ اللي يشوفكوا كده يقولوا ان انتوا اغراب. هو قال لي الحمد لله على السلامة. ما انا سمعته. ايه يا باش مهندس، مش تتكلم؟ انا مستعد اتكلم انا الاول. ايه رأيك يا باش مهندس؟ في ايه يا رويدة؟ نتكلم بصراحة مع بعض. انا ما عنديش اي مانع. أنا مش مصدقة الموقف الغريب اللي احنا فيه ده. بقى معقولة سنين تعمل فينا كل ده؟ أنا آسفة. على إيه يا حبيبتي؟ يظهر إن أنا اتسرعت من جيتي هنا يا طنط كاميليا. إيه الكلام اللي بتقوليه ده يا رويدة؟ ده مش مكاني يا طنط، ده مكان هند. الظاهر إن أنا فعلاً بقيت مجنونة ومش فاهمة أنا بعمل إيه. أنا هطلع ألم هدومي دلوقتي، لازم أطلع حالا على اسكندرية. عن إذنكم. أنت هتفضل قاعد؟ عايز أنا أعمل إيه يا ماما؟ تقوم وراها، تقنعها إنها ما تمشيش. يا ماما، رويدة قالت عن الموقف اللي كلنا فيه إنه موقف غريب. وأنا قبل كده قلت إنه موقف مجنون، مش غريب وبس. رويدة فجأة صحت لنفسها يا كاميليا هاني. الكلام الخايب اللي انت بتقوله ده، انا ما صدقت انها جت لحد عندنا برجليها. يا ماما حضرتك بتقولي ايه؟ افهم بقى يا باش مهندس. فهمين انت بقى يا ماما، انا ما عدتش فاهمك، ومش انت لوحدك، لا كل الستات، كل الستات عموما. عمري ما فهمت واحده فيهم. مش هي دي رويده؟ مش هي دي رويده اللي انا وبابا الله يرحمه رحنا عشان نطلب ايدها في اسكندريه؟ وطي صوتك. ايه اللي بيحصل لنا ده يا ماما؟ قول ايه اللي هيحصل لنا لو الفرصه دي ضاعت من ايديك؟ خلاص، رويده فجأه فاقت من غيبوبتها، ما تحاوليش. يا اخي افهم، هي بتعمل كده علشان انت تتحايل عليها وتحايلها. حايلها؟ ايوه يا اخي افهم، هي بتعمل كده مخصوص علشان ما تبانش قدام نفسها انها جت لحد عندك وعرضت نفسها عليك. قوم حيلة، قوم. رويدة، من فضلك ممكن نقعد نتكلم مع بعض بصراحة زي ما قلتي؟ طب اتفضل. بعد إذنك يا ماما، ممكن تسيبينا لوحدينا؟ طبعا. اتفضل يا رويدة. اكيد لو كنا اتجوزنا ساعتها كانت حاجات كتيره قوي من اللي بتحصل لنا دلوقتي ما كانتش حصلت. نصيبنا كده يا باشمهندس. رويدة، انت عارفه ومتاكده من مشاعري ناحيتك. الكلام ده من سنين طويله، مش جديد عليا ولا عليكي. كنت منبهرة بيه قوي. كل الناس بتعجب بأي قصة كفاح، خصوصا لما تبقى من إنسان مكافح زيه، عنده كفاءة على تحقيقها. اللي ما كنتش عامل حسابه أبدا
هو كمية الحقد اللي كان جوه قلبه واللي كان مخبيه عني وعن كل الناس. ده غير بقى انه عايش حياته علشان شغله ونجاحه بس. رويدة صدقيني انا عمري ما حملت له اي ضغينة، بالعكس انا حاولت كتير معاه. هو لسه مصمم على تدمير يا رويدة. ده هو ده السبب الوحيد اللي مخليه عايش ومتمسك بالنجاح. بأي وسيلة؟ بأي وسيلة يا رويدة حتى لو كانت الذبح؟ وهو ده اللي كان مخوفني على نفسي وعلى عيشتي معاه. رويدة، في اللحظة دي بالذات كأني جايلك اسكندرية، أنا وبابا وماما وشبكتك في شنطة إيد ماما، وبعرض عليكي حبي وبطلب منك الجواز. خايفة يا نبيل. من إيه يا رويدة؟ نكون أنا وأنت اتسرعنا في الانتقام من أحمد. لا يا رويدة ما تقوليش كده. انتقام إيه؟ لا أنا ولا أنت نعرف معنى الانتقام. أمال اللي إحنا هنعمله ده اسمه إيه؟